بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. برحب فيكم في بداية الفصل الثاني من العام الدراسي، وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تكونوا قد وفقتوا في امتحاناتكم بالفصل الماضي، وأن تكونوا يعني أخذتوا قسط من الراحة وعدتوا إن شاء الله بعزيمة قوية ورغبة حقيقية في الدراسة وتحقيق مآربكم إن شاء الله. أسأل الله لكم النجاح والتوفيق، أسأل الله أن ينفعكم بما علمكم، أن يكون هذا العلم ليس فقط منه بشكل حقيقي. راح أكون معاكم أنا إن شاء الله الصيدلانية ريم الأعرج في موديول السيكاتريك دراجز. أنا حاصلة على ماجستير في الصحة العامة تخصص إدارة صحية، حاصلة على الدبلوم العالي في جودة الخدمات الصحية، وحاصلة على الدبلوم العالي في سلامة المرضى. أنا رئيس قسم الصيدلة بالإدارة العامة للصحة النفسية بوزارة الصحة. أهلا وسهلا بكم. الفصل هذا إن شاء الله راح يكون عن السايكوتروبيك دراجز أو عن الأدوية النفسية باللغة العربية. طيب خلونا ناخذ مع بعض هيك فكرة عن ما هي أهم المواضيع التي سيتم نقاشها خلال موديول السايكاتريك دراجز. ناخذ مع بعض فكرة عن الأدوية النفسية. بداية، هنالك العديد من الأدوية النفسية تم تصنيفها إلى مجموعات. طيب تم تصنيفها إلى مجموعات بناء على ماذا؟ أكيد بناء على معيار، بناء على كريتيريا، على ستاندرد معين أنا بستخدمه لحتى أقسم هذه الأدوية النفسية. أنا هان معاكم في هذا الموديول راح أعتمد معيار آلية العمل، كيف يعمل هذا الدواء النفسي، أو بلغة الأدوية أو بلغة الصيادلة اللي هو الميكانيزم أوف أكشن. تؤثر الأدوية النفسية بصورة عامة على المواد الكيميائية في أدمغتنا. هذه المواد الكيميائية اللي هي احنا بنسميها النيرو ترانزميترز أو البرين كيميكالز، هي المؤثرة أو المنظمة لعواطفنا وأنماط تفكيرنا. الآن للحصول على أفضل نتيجة في العلاج النفسي، هل فقط يكفي الدواء النفسي؟ هذا مبحث آخر للنقاش، ولكن باختصار القاعدة العامة أن الدواء النفسي لوحده قد لا يكون كافي. يفضل كمتخصصين في مجال الطب النفسي أن نعلم جيداً أنه من الأفضل الجمع بين الدواء النفسي أو العلاج الدوائي والعلاج اللادوائي، اللي هو احنا بنسميه الكوجنيتيف بيهيفيرال ثيرابي CBT. الأدوية النفسية طبعا بيختلف تأثيرها من شخص إلى آخر، كحال باقي الأدوية، مش بس الأدوية النفسية، أي دواء أنت بتعطيه لمريض ممكن نشوف حاجة بنسميها فروق فردية في ماذا؟ في الاستجابة للعلاج، سرعة الاستجابة، في ناس بيتحسنوا من أول مثلا كورس علاج، في ناس بيحتاجوا أكثر وأكثر. طيب بس كمان التايم أوف أونست أوف أكشن؟ لا، كمان في ممكن يصير عندي اختلاف في السايد إفكت. مثلا بعض الأدوية النفسية لها سايد إفكت بتكون سيئة جدا، تؤدي بنا بالنهاية كمقدمي خدمة صحية إلى إيقاف هذا العلاج عن المريض، وهذا بحد ذاته للأمانة بيكون شيء مؤسف جدا، أنه أحيانا بضطر أني أعمل shifting from one medication to another. why؟ لأنه البيشنت cannot tolerate the side effect of this drug. بصورة عامة يبدأ الطبيب عادة بجرعات منخفضة بصورة عامة، يعني هذا مش بس حتى في الطب النفسي، in general في كل أنواع الطب. مش من الصح أنه أنا كطبيب أو مقدم خدمة صحية أعطي المريض high dose of drug. why؟ أعرض جسمه، أعرض الفيتال أورغانز إلى جرعة عالية من دواء قد تؤدي جرعة منخفضة منه إلى نفس النتيجة. بسرعة ما الطبيب النفسي بيبدأ شوية شوية يزيد الجرعة، هيك بيكون سيطر على الآثار الجانبية المحتملة، ولو كان بده يسحب العلاج أو شاف أنه no effect or no benefit from using this medication ممكن يكون له القدرة أنه يسحبه أكثر مما لو بدأ بهاي دوز. بصورة عامة الأدوية، أنواع الأدوية النفسية هي مستخدمة لعلاج الأمراض النفسية، أنا بستخدم الدواء النفسي لعلاج المرض النفسي.
يعني it is common sense. الآن كيف يتم تحديد المناسب منها؟ أكيد هذا بناء على تشخيص الطبيب للحالة. بيجي المريض بيشوف الطبيب بيشخص أنه والله هو بيعاني من هيك، أنا من الصح أني أبدأ معه بهيك أضيف هيك. هذا طبعا إحنا بنسميه التريتمنت بلان، هذا بيكون من ضمن تخصص الطبيب، يعني الطبيب هو اللي بيحدد العلاج. الأدوية المضادة، يعني لو بدنا نبدأ في التقسيم، نبدأ مثلا بالأدوية المضادة للذهان، يعني يمكن تكون هي الأهم في مجال الصحة النفسية. الأدوية المضادة للذهان هي أحد أنواع الأدوية النفسية المستخدمة لعلاج الفصام، أو باللغة الإنجليزية سكيزوفرينيا، أو إحنا بنطلق عليهم أنتي سايكوتيك، أنتي سايكوتيك ميديكيشنز. إذن هي تايب أوف دراجز أو أوف سايكاتريك دراجز يوزد for treatment of schizophrenia، بالعربي الفصام أو الذهان. طبعا هتتقسم إلى مجموعات، في عنا التيبيكال والأتيبيكال اللي هم النمطية واللا نمطية. في عندي الأدوية المثبتة للمزاج الجيل الأول، منهم الليثيوم والكربامازابين والفالبوريت، وفي حاليا الجيل الثاني اللي منه الأولانزابين والكواتابين، أريبريزول والريسبيريدون. في عندي كمان فاميلي مهم جدا بالأدوية النفسية اللي هم الأنتي ديبريسانت دراج. بهمني كمان أعرف الكاتيجوريز اوف أنتي ديبريسانت بسرعة عامة، كيف هذه الأدوية. حكينا أنه المعيار اللي احنا أساسا استخدمناه لتقسيم الأدوية النفسية إلى مجموعات كان آلية عملها. طيب هل الأدوية المضادة للاكتئاب كلها تعمل بنفس الآلية؟ يعني بشكل عام نعم، ولكن في بينها فروق تجعل بعضها مفيد أكثر من النوع الآخر. في عندي مثبطات امتصاص السيروتونين الانتقائية اللي احنا بنسميها سيلكتيف سيروتونين ريأبتيك انهيبيتورز. في النوع الثاني اللي هو سيلكتيف نور ابنفرين سيروتونين نور ابنفرين ريأبتيك انهيبيتورز. في يعني مجموعة واسعة منها برضو راح نتعرض لها إن شاء الله خلال المديول. في عندي كمان الأدوية المنشطة اللي بتعمل على منشطات على تنشيط العمليات العقلية والبدنية. إن شاء الله خلال الفصل راح نتعرف مع بعض شوية شوية على كل قسم منهم، ونحاول نعرف كل دواء how to work اللي هو mechanism of action. نحاول نعرف إذا كان بلزم معاه مثلاً يعني كومباينيشن آخر من الدراجز. مهم جدا نعرف السايد افكت، لأنه أحيانا الأهالي بيلخبطوا، أو خلينا نحكي بيصير عندهم كونفيوجن ما بين أنه هذا أثر جانبي للمرض ولا أثر جانبي للعلاج اللي بيستخدمه. إن شاء الله هيك شوي شوي راح نتعرف على هذه الأدوية، ونكون ألمينا بالمديول كامل إن شاء الله خلال الفصل. طيب هذا أول تعريف راح يهمني في هذا المساق اللي هو psychiatric medications. ما هي psychiatric medication؟ ما هو الدواء النفسي؟ هو دواء مرخص يعمل على إحداث تأثير على تركيبة الكيميائية للمخ والجهاز العصبي، وبالتالي هذا الميديكيشن سوف يستخدم to treat mental illness usually prescribed in psychiatric settings، التي غالبا ما توصف في المؤسسات المعنية بعلاج المرضى النفسيين. إذن هي أدوية مرخصة ولها تأثير على كيميائية المخ والجهاز العصبي، وتنتج مفعولها لعلاج الأمراض العقلية treat mental illness. وغالبا ما توصف هذه الأدوية في المؤسسات الصحية في السايكاتريك سيتينجز المعنية بعلاج المرضى النفسيين. في يعني لو كان في أدوية إلها استخدامات أخرى ليست for treatment of mental illness، إن شاء الله خلال المديول راح أشير أنه هذا الدواء يستخدم في مجال آخر غير الطب النفسي، لو كان وارد إن شاء الله أشير لكم. يعني What are psychotropic medications? Psychotropic medications هي medication used to treat mental disorder. They may also sometimes be referred to as psychiatric medications. يعني سواء استخدمنا كلمة psychotropic medications واستخدمنا كلمة psychiatric medications، ما يصيرش عندكم أي confusion أنهم غيروا المصطلح. لا، هو نفس الإشي، أو psychotherapeutic medications. سواء استخدمنا أي من المصطلحات الثلاثة، على طول راح نستنتج أنه هي أدوية مستخدمة to treat mental disorders.
طيب ما هي أنواع المينتال ديسوردرز اللي أنا ممكن أتعامل معها باستخدام هذه الميديكيشن؟ أولاً الدبريشن، الاكتئاب، باي بولر ديسوردر اللي هو اضطراب ثنائي القطب، أنكزايتي لعلاج القلق، السكيزوفرينيا طبعاً فصام أو مرض الذهان أو انفصام الشخصية، اتنشن ديفيسيت هايبر اكتيفيتي ديسوردر، اتنشن ديفيسيت هايبر اكتيفيتي ديسوردر اللي هو فرط الحركة، تشتت الانتباه وفرط الحركة. هذه الأمراض اللي احنا ممكن نستخدم الأدوية السايكو ثيرابيوتيك أو السايكاتريك ميديكيشن فور تريت، هي هذه الأمراض. كمان أنه اتخاذ القرار من قبل مقدم الخدمة الصحية وغالبا ما يكون الطبيب بالبدء بعلاج المينتال ديسوردر باستخدام الأدوية اللي احنا بنسميه فارماكولوجيكال تريتمنت، لازم أن يأخذ بعين الاعتبار حاجة أنا أشرح لكم إياها، أنها بنسميها benefit and risk ratio. إلى أي درجة لو أنا بدي أعمل سكيل أو ميزان أوزن فيه من المفيد للمريض أن يستخدم علاج دوائي أو غير المفيد، وما هي المخاطر المحتملة. هذا الريشيو أنا بعمله لكل بيشنت لحاله، يعني للبيشنت individually، مش للبيشنت ما بعممش عليهم كلهم أنه أنا لازم اللي عملته مع هذا البيشنت ينفع مع بيشنت تاني. كمان لازم أنا كمقدم خدمة صحية أن أناقش مخاطر أو فوائد استخدام الدواء في علاج المينتال ديسوردر مع المريض نفسه. حاليا التوجه الصحي يسعى إلى أن البيشنت is our active partner، خلينا نسميهم شركاء فعليين معنا في التريتمنت بلان، وليسوا باسيف فلورز زي ما كان زمان الاعتقاد السائد بأن الطبيب بيكتب الروشتة للمريض بروح بيشتريها وبياخد العلاج وخلاص. حاليا التوجه صار أنه أنا بشرك البيشنت معي في اختيار العلاج، بتابعه، باخد منه الآثار الجانبية إلى أي درجة حقق علاجي good response للبيشنت. طبعا في حالة المريض النفسي بدي ألفت الانتباه أني قد لا أوفق في علاج هذا البنفيت ريسك مع البيشنت نفسه، لأنه قد يكون unoriented غير مستبصر. بهذه الحالة أنا بناقش هذه الأعراض أو هذه البنفيت والريسك مع الفاميلي ممبرز أو البيشنت كاريرز، أو بناقشها مع حدا يكون معني بمتابعة حالة المريض. كمان من المهم جدا على مقدم الرعاية الصحية مراعاة أن الأدوية تلعب دورا مهما في العلاقة ما بين الطبيب والمريض اللي احنا بنسميها دكتور بيشنت ريليشنشيب. طبعا لازم أنه كمقدم خدمة صحية أبذل أعلى درجات التعاون فيما يختص بالعلاج الموصوف من قبل الطبيب. كذلك يعني من المهم أنه احنا نعرف أن مناقشة الآثار الجانبية للعلاج النفسي يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار وسيؤتي ثماره في تحقيق نتائج إيجابية في العملية العلاجية. بصورة عامة in general الهيلث كير بروفايدرز مقدمي الخدمة الصحية والمريض يجب أن يعرفوا أن المسايكاتريك ديسوردر تعالج بشكل فعال أكثر فيما لو دمجت العلاج الدوائي مع العلاج غير الدوائي with pharmacological and non-pharmacological interventions، احنا بنسميها التداخلات الدوائية وغير الدوائية. The decision to prescribe psychotropic agent never implies أن psychological أو psychosocial interventions are not indicated. أبدا لو الطبيب توجه أنه فعلا لازم أستخدم في حالة هذا البيشنت علاج دوائي، سواء كان antipsychotic, antidepressant, anti-anxiety، لا يعني بحال من الأحوال أنه من الضروري أني أستغني عن psychosocial، عن التداخلات احنا بنسميها النفسية المجتمعية.
طبعا هان بيشير أنه كل الأدلة، وفعلا في دراسات، وممكن لو احنا فتحنا موقع الـ WHO نكون واثقين منها، أثبتت يعني وبوضوح تام أنه الجمع ما بين الميديكيشن والسايكوسوشيال انترفينشنز tend to be associated with better outcome، مع تحقيق نتائج أفضل. أظهرت الدراسات أنه الجمع بين الدواء والعلاج أو التداخل اللادوائي حقق نتائج أفضل من لو أنا استخدمت الدواء لوحده أو التداخلات اللادوائية لوحدها. إذن الكومبينيشن بتوين psychological أو pharmacological treatment and psychosocial interventions فعلا حقق better outcome. وهذه لو أنتوا تدربتوا في مستشفيات أو في مراكز تابعة للصحة النفسية، هتلاحظوا إلى أي درجة بيعمل فارق بالoutcome، أنه أنا فقط أدي البيشنت علاجه وأروحه على الدار، ولا أدي علاج وأحجز له موعد مع أخصائي نفسي أنه تعال تابع مع زميل الفلاني أو زميلة الفلانية وخلينا نشوف إيش العلاج هيجيب نتيجة معك. يعني بإذن الله فعلا هتكون النتائج أفضل بكتير من أني أستخدم الدواء لحاله. ومرة تانية لازم أشير أنه في حالة كل بيشنت لازم أعمل benefit risk ratio. وكمان بدي ألفت انتباهكم أنه العلاج النفسي أبدا أبدا ولا بحالة من الأحوال يستثني طب الباطني. يعني وأنا بدي المريض علاج نفسي لازم أكون عندي patient history عن حالته الطبية الأخرى. مثلا هل يعاني من الضغط، لأنه بعض الأدوية ترفع الضغط. مش معني أنه أنا آجي أعالج حالة نفسية عند البيشنت هذا وأتسبب له في مثلا فيتال كومبليكيشن ناتجة من أنه هو أصلا عنده هايبرتنشن وأنا أديته رفع أدوية رفعت الضغط، أو مثلا الثايرويد، أو هنشوف أنه بعض الأدوية إلها علاقة مثلا بالوايت بي سيز. كله إن شاء الله خلال المديول لو مر هتعرض له نقطة بنقطتها، يعني هنشرحها واحدة واحدة. طيب، من المفيد كمان أني أشير أنه مقدم الخدمة الصحية يجب ألا ينظر بشكل سلبي أو يعطي فكرة إلى المريض أنه العلاجات الدوائية هي فقط المسؤولة عن تغيير المود أو الأفكار المرضية التي يعاني منها. يعني بأي شكل من الأشكال لا يجب أن أجعل المريض فقط متمركز أنه دواءه الوحيد أو علاجه الوحيد هو الفارماكولوجيكالي تريتمنت. لا، أحيانا ممكن أحصل على نفس النتيجة by using another أو psychosocial مثلا intervention. In general, prescriptions should not be issued before a detailed clinical assessment is completed. كمان هذه أنا دائما هضل أحكي فيها، أنه قبل ما أصدر للمريض وصفة طبية أو treatment plan معتمد على الدواء فقط، يجب أني أنا أكون عملت للبيشنت clinical assessment كامل. يجب أني أكون عملت له clinical assessment وأصدر قراري عليه باستخدام psychological treatment بعد ما أكون انتهيت من التقييم المرضي الكامل ومعرفة أسباب حصول المرض لدي. وإذا في أي تداخلات أخرى ممكن أعملها، أني أعملها قبل البدء بالعلاج الدوائي. كذلك يجب أن يكون واضح للمريض النفسي فترة العلاج التي يجب عليه أن يلتزم خلالها بتناول الدواء. طبعا هذه الفترة بتكون واضحة مسبقا في خطة العلاج، في التريتمنت بلان بيكون واضح للطبيب ولمقدمي الخدمة الصحية أنه أنا راح أضل على هذا العلاج for one month, for two months, for three, for four, for six حسب الحالة. الآن من حق البيشنت أو أهله أنهم يكونوا عارفين for pre-planned period of time، هم إلى يعني فترة زمنية محددة مسبقاً. هذه الفترة مين اللي بحددها أو بناء على إيش أنا بحددها؟ بناء على الفارماكولوجيكال بروبرتيز أوف ذا دراج إمبلويد أند أور تو ذا كونديشن أندر تريتمنت، يا إما حسب الخواص الدوائية للعلاج اللي أنا اخترته لعلاج هذا المريض، أو حسب تقييم الطبيب للحالة. أحياناً بعض الأدوية ما بتجيب مفعول إلا after مثلاً 2 months أو after 2 weeks،
بعض الأنتي ديبريسانس مثلا ما بيبدأ مفعولها يظهر إلا after مثلا period of time، بيكون الطبيب عارفه. يعني لو حكى له أنا لسه ما تحسنت، ما بيستغرب الطبيب. حسب معرفته بالخواص الدوائية للعلاج اللي كتبه، من الطبيعي أنه لسه المريض ما بدأ الريسبونس تبعه. أو حسب الحالة، أكيد لو حالة سيفير غير ما تكون أكيوت. ولو سيفير، هل هي فقط حالة مثلا تعاني من مرض نفسي، ما فيش مثلا ميديكال بروبلمز أخرى، مثلا هذا البيشنت مش بيعاني من هايبرتنشن، مش بيعاني من ديابيتس، مش بيعاني. فأنا تقييمي الكامل لكلينيكال أسسمنت للحالة بخليني مسبقا أعمل بري بلاند بيريود أوف تايم، أنا بعمل له سبيسيفيكيشن بحدده. الآن التيتريشن أوف موست فارماكولوجيكال تريتمنت للمنتال ديسوردر طبعا بيتم بشكل جراديولي. أكيد أنا مش هبدأ بأعلى أو بماكسيمم دوز أوف دراج، هيك طبعا آيديال. إيش اللي بيحصل من تجاوزات من بعض الزملاء هذا موضوع آخر، لكن بشكل آيديال وحسب توصيات منظمة الصحة العالمية، أنا لازم أبدأ بدوز، بالمينيمم دوز اللي بحقق من خلاله الإفكتيفنس، أنا بحقق الفعالية وبقلل السايد إفكت والآثار الجانبية الناجمة عن تعاطي هذا الدواء، خصيصا لو كان هذا البيشنت الديرلي أو كان عنده ميديكال إلنس أخرى، يعني لديه أمراض أخرى مصاحبة لهم. تحديد الحد الأدنى من الجرعة الفعالة بناء على تقييم، يعني إيش الكمية اللي بيحتاجها البيشنت، وفي نفس الوقت أقضي على أعراض المرض النفسي، أحقق له الراحة ولأسرته، وفي نفس الوقت أجنبه السايد إفكت الكبيرة اللي ممكن تحدث من ماكسيمم دوز. وكمان بهذه النقطة لازم أخذ بعين الاعتبار الوضع الاجتماعي والنفسي والجغرافي للمريض. أحيانا ما بيكون مع البيشنت مثلا حدا من الأسرة، ما بيكون فيه متابع مباشر له. كل هذه النقاط we have to take care about it. أنا مش بتعامل مع حالة على أنه فقط كونسبت واحد، لا، لازم أنتبه للبيشنت as human as patient، يعني كل النقاط تكون مشمولة معي بالدراسة. انتباه إلى أن الجرعات المذكورة في هذه المجلات العالمية غالباً ما تكون معتمدة على معلومات وداتا متوفرة من مؤسسات صحية أجنبية. على مقدم الخدمة الصحية في دولة عربية أو في أي دولة أخرى أن يراعي هذه الفوارق، أن يراعي الانتر انديفيديوال أز ويل أز إثنيك ديفرنسز إن دراج ميتابوليزم. في أنا بذكر مثال، يعني أنه بعض الأدوية اللي بيكون الميتابوليزم تبعها سريع في الأشخاص ذوي البشرة البيضاء، بيكون الكلام تماماً معكوس في ذوي البشرة السوداء. من المهم أن يلم مقدم الخدمة الصحية بشكل شامل بكل هذه الفروق الفردية، أن ينتبه إلى أن الجرعات المذكورة في هذه المنشورات والمجلات العلمية معتمدة على معلومات من مؤسسات أجنبية. قد لا ينطبق الحال تماماً لدينا مثلاً على سكان مثلاً قطاع غزة أو دولة فلسطين أو مثلاً دولة مصر. يعني بالأكثر الاحتماليات أني ممكن أخذ هذا الكونسبت مثلاً من دول قريبة إلنا في طبيعة الأجساد، في طبيعة الجغرافيا. هذا بيكون مفيد في التريتمنت بلان في أني أحقق the best result. من المهم كمان أنه يكون البيشنت على علم بالآثار الجانبية المحتملة اللي قد تحصل من علاجه، وأني دائما أنبهه كيف لو مثلا حصل معك كيف تتصرف. ممكن من ضمن الحلول اللي أنا دائما بكون يعني مشعر المريض فيها أو منبهه أنها ممكن تحصل. طيب إيش الحل؟ الحل أنك مثلا ممكن تعمل ريدكشن للدوز، بلاش تأخذ مثلا الحبة اللي 5 ميلي جرام، خذ نص مثلا، خذها بالليل لحتى تتغلب على الأرق اللي بتسببه هذه الحبة، أو مثلا على النعاس. كمان لازم أؤكد عليه أنه بعض السايد إفكت آر تيمبوراري، يعني مؤقتة.
تزول مع أنه الجسم بصير مع الوقت لديه القدرة to be tolerated أو to accept this medication. يعني هذه الأشياء البسيطة لو أنا حطيت البيشنت أو البيشنت فاميلي على علم فيها ممكن تساهم معي في أنه الحالة تستقر لفترة طويلة وتكون نتائج الخطة العلاجية معايا أفضل، وهذا بيساهم كمان في أني يعني أساعد الشخص أنه مثلا مع الوقت إن شاء الله يتأقلم مع جرعات أقل، بالتالي بقلل السايد إفكت على جسمه. يجب كذلك على مقدم الخدمة أو الرعاية الصحية أن يكون على دراية تامة بكل المواد التي يتعاطاها مريضه، سواء كانت هذه المواد ميديكال أو نون ميديكال. يعني على سبيل المثال من الوارد جدا أن يكون المريض النفسي متعاطي للكحول، مدمن الكحول الكهوليك، أو أن يكون مدمن لعائلة مشهورة تسمى البنزودايازيبينز. هذا بالنسبة للميديكال سبستانس. بالنسبة للنون ميديكال، من المفيد لمقدم الخدمة الصحية أن يكون على دراية تامة فيما إذا كان المريض مثلا بيشرب اللي احنا بنسميهم الأعشاب، شائع في مجتمعنا مثلا أنه الناس بيشربوا البابونج، اليانسون، بعض الأعشاب بغرض التهدئة، يهدئ أعصابه. هذه المواد لا يستهان فيها بالحقيقة، هذه المواد العشبية تحتوي على مواد فعالة، على active ingredients. لا تستبعد بحال من الأحوال أن تكون هذه المواد الفعالة على تعارض مع المواد الطبية أو الأدوية التي يصفها الطبيب، بالتالي سيحصل تعارض، بالتالي سأحصل على نتائج سلبية، التريتمنت بلان لن تؤتي نتائجها بشكل جيد. إذن وأنا باخذ البيشنت هيستوري من المفيد أن أنتبه إلى هذه الجزئية، هل المريض بيتناول أي ميديكال أو نون ميديكال سبستنسز أخرى غير اللي أنا بكتب لك إياها، سواء بغرض الإدمان، بغرض مثلا أحيانا بعض الأدوية الطبية الأخرى اللي بيتناولها لأغراض مثلا علاج الضغط، علاج الدرقية. من الوارد جدا أن تكون هذه المواد لها تفاعل دوائي دوائي، بنسميه دراج دراج انتر اكشن. في نقطة أخرى مهمة، أنه بعض هذه المواد اللي بيكون الشخص بيتعاطاها غير العلاجات المكتوبة له من قبل الطبيب النفسي تساهم في تحفيز الكبد، بنسميهم سايتوكروم بي 450 انديوسرز. هذه الأدوية إذا حفزت الكبد ستؤدي إلى سرعة تكسير المواد أو الأدوية النفسية، بالتالي أيضا لا نتيجة. أو قد تكون سايتوكروم بي 450 انهيبيتورز تؤدي إلى تثبيط الكبد، فبالتالي ستؤدي إلى توكسيسيتي، لأن هذه المواد لن تكسر، لن تخرج من الجسم. يعني باختصار أنه كيف يكون المقدم الخدمة الصحية ملم بكل المواد اللي بيتعاطاها مريضه. كذلك الـ Healthcare Provider must be aware that international and national, regional and local drug regulations have to be strictly followed. هذه بتحصل لو كان مثلا الموقع اللي أنا بتابعه أو اللي باخد منه مصدر معلوماتي، ودائما أتمنى عليكم أن يكون معتمد، بيلفت انتباهنا أحيانا إلى بعض الفروق الناتجة عن مثلا طبيعة الأشخاص أو عن الفروق الجغرافية، عن مثلا اللوائح الدولية الوطنية الإقليمية، كيف أنا لو اتبعتها بتكون التريتمنت بلان تاعتي بيتر بتديني نتائج أفضل. كان مثلا من الملاحظ في بعض الأدوية أنا ما بجيبش نتائج مع المرضى ذوي البشرة السوداء مثلا، أو مثلا مع المرضى الأوبيز، أو يعني الفروق هذه يجب أن تؤخذ أيضا بعين الاعتبار. الهيلث كير بروفايدرز مقدمي الخدمة الصحية لازم يتابعوا مرضاهم بالنسبة لموضوع الدراج يوز بشكل دائم، ولازم دائما يسأل البيشنت اور هيز فاميلي اور هير فاميلي عن مدى الادهيرانس للتريتمنت بلان، بياخد علاجه بانتظام، كم حبة بياخد، ويسأله كذلك عن السايد افكت. ممكن السايد افكت لهذا الدراج هي اللي بتخلي البيشنت ان ادهيرانت فور التريتمنت. يعني هذه النقاط البسيطة قد تكون ذات تأثير يعني كبير
في أني أحقق نتيجة ممتازة مع المريض؟ ممكن يكون هذا السؤال بواسطة الطبيب أو بواسطة الأخصائي النفسي أو بواسطة الممرض، يعني أي من الهيلث كير بروفايدرز، فالمفروض أنها بتجيب نتيجة أفضل. كذلك من المهم عند اختيار دواء معين على مقدم الرعاية الصحية أن يراعي توفر أو استمرارية توفر هذا العلاج. هذا احنا بنعاني منه بالقطاع الحكومي واحيانا بالقطاع الخاص، ليس فقط بالقطاع الحكومي، انه احنا بنبدا مع المريض علاج معين فعلا بيجيب نتيجه ممتازه، بيبدا المريض يتحسن ويمارس حياته، فجاه بينقطع العلاج. طيب شو استفدنا؟ بدي ارجع اعمل شيفتنج تو انذر ميديكيشن واجرب واعمل تايتريشن واشوف الريسبونس حصل ولا ما حصل، وهل البيشنت استفاد او ما استفاد، طب هل اعيد التريتمنت بلان كلها ولا فقط هذا العلاج. بهذه الحاله يفضل لو كانت مخازن او التوفير المخازن اللي بتوفر السبلاي للميديكيشن، لو كنت انا بسالها عن توفر العلاج لكم شهر متاح وعلى اساسه اكتب هذا العلاج، يعني أعمل أنا عملية ترشيد وترتيب. لو كان هذا العلاج بكفي one patient أستخدمه، أفضل ما أوزعه على ثلاثة والثلاثة ينتكسوا. هذه من ضمن التوصيات اللي بتحطها منظمة الصحة العالمية، أنه أنا دائما أتأكد من أنه العلاج available all time، وإلا أنا بعرض المريض لعلاج تحسن عليه وبالنهاية مرة تانية هينتكس. كذلك الهيلث كير بروفايدرز should be aware that a history of previous suicidal thoughts or attempts are important. كم مرة حاول الانتحار وأنا باخذ البيشنت هيستوري، يجب أن يسأل أو تكون من ضمن النقاط الخاضعة للسؤال والاهتمام كم مرة حاول هذا المريض الانتحار. هذا بيديني مؤشر على رغبته القادمة بالانتحار، أنه موضوع الانتحار يعني في مخه موجود ثابت. هؤلاء البيشنت يجب أن يسألوا بشكل مستمر في كل زيارة، يجب أن أتأكد أنه خلاص هذه الفكرة تماما غابت من مخه. وكمقدم خدمة صحية وغالبا الطبيب بهذه الحالة، يجب أن يختار الأدوية اللي بيكون إلها معالجة قوية للأفكار الانتحارية أكثر من غيرها. إذا هذا الشخص أوريدي بيحاول ينتحر، من المفيد أنه أنا أستخدم بعض الأدوية اللي بتكون فعلا مفيدة في معالجة الأفكار الانتحارية. النقطة الأخيرة هان على مقدم الرعاية الصحية دائما أخذ تاريخ تعاطي المخدرات، تعاطي الأدوية، تعاطي العقاقير بنية الإدمان، بنية الدرج أبيوز، سواء كانت سايكو تروبيك ميديكيشن أو حتى أي ميديكيشن تانية. هذه بتهمني في التريتمنت بلان إلى أي درجة يعني هتكون متناسقة مع بعضها، مش أنا بعطيه أدوية لغرض العلاج وهو بياخذ أدوية تانية قد يكون إلها تأثير معارض أو تأثير مثلا سيء على أجهزة الجسم. فبالتالي من ضمن النقاط المهم أني أكون ملم فيها كمقدم خدمة صحية about my patient هو الدرج أبيوز أو misuse اللي ممكن يكون بيعاني منه. في حال احتاج مقدم الخدمة الصحية أو رأى أنه من الضروري أن يعمل أن يوقف استخدام العلاج أو يعمل drug discontinuation، عملية discontinuation هذه يجب أن تتم بشكل gradually تدريجي وليس هيك suddenly، يعني مش مرة واحدة خلاص من بكرة ما تأخذ العلاج جرعة اليوم ما تأخذها، لا طبعا. في طريقة بنستخدمها أنه إحنا بنعمل 25% of the dose per week، طبعا هي هذا الرقم مش بالدقة الكافية حسب حالة البيشنت، حسب إيش الأدوية الثانية اللي بيستخدمها، لكن بصورة عامة تبدو تقديرية أنه ربع الجرعة لو نقصتها أسبوعياً أنا بحصل على gradually discontinuation، وهذا بيؤدي أني ما أخسرش يعني الجسم ما ينصدمش مرة واحدة، خصيصاً وأنه هذه الأدوية تعمل على chemicals of the brain، فمش من الصح أني مرة واحدة أحرم الجسم منها، لا بشكل تدريجي 25% of the dose per week. يعني لو كان بياخد 100 ملغرام الأسبوع هذا خليك على 100 ملغرام، الأسبوع الجاي بتبدأ تاخد 75 تقسم الحبة، أو إذا كان في دوسج فورم جاهز أنا بعطي له إياه. هذا لقد يكون لتحسن الحالة، أو أحيانا بدي أعمل shifting to another medication فبدي أعمل discontinuation للعلاج الأول. على كل الأحوال هذا discontinuation should be done gradually.
in general البوليفارماسي should be avoided. طب ما هي البوليفارماسي؟ يبدو من اسمها أنها متعددة، صيدلية متعددة. طبعا كمصطلح لا، هي مش هيك. هي concurrent use of two or more medicines belonging to the same pharmacological class. إذا أنا بستخدم two antipsychotic أو two antidepressants، أنا بدي أعطي تفسير ليه أنا محتاج أستخدم two antipsychotic وهم نفس العائلة، يعني نفس الفارماكولوجيكال إفكت. بصورة عامة هذا الاستخدام should be avoided. should be avoided، يجب أن نحاول تجنبه. في بعض الحالات بيضطر الطبيب أن يضيف لو little amount، لو يعني كمية ضئيلة أو صغيرة من another antipsychotic ليعمل augmentation، دعم لمفعول الانتيسيكوتيك الأول. لكن in general مرة تانية يعني بأكد عليكم أنه بصورة عامة البولي فارماسي غير محبذة. ليه أنا بعطي المريض أكثر من مضاد للذهان مع أكثر من مضاد للاكتئاب وبعمل له حاجة شبيهة بالخلطة؟ والنتيجة إيش؟ ما هو ممكن دواء واحد بليتل أو بمينيمم إيماونت يحقق نفس النتيجة اللي بحققها الخليط اللي عامله مثلا الأكثر من أنتي سيكوتيك أو أكثر من أنتي ديبريسانت مع بعض. طيب لو بدنا نعرف ما هي مضادات الذهان definition of antipsychotic، يطلق عليها أيضا major tranquilizers or neuroleptic drugs. يعني أي واحد من هذه المصطلحات الثلاثة بتسمعه بتعرف أنه إحنا بنتكلم عن أدوية تستخدم for treatment of schizophrenia، سواء major tranquilizers or neuroleptic drugs or antipsychotic. An antipsychotic is a class of medication، هما قسم من الأدوية تستخدم في علم النفس in psychiatry to manage psychotic symptoms. وركزوا معي على كلمة to manage، خلال السلايدات القادمة راح أعرف ليش أنا استخدمت كلمة to manage. Psychotic symptoms such as delusion, hallucination that are frequently associated with schizophrenia. مرض فصام الشخصية يصاحبه غالباً delusion and hallucination. للقضاء على delusion والhallucination أنا بستخدم tranquilizers or neuroleptic or antipsychotic، هم كلهم مصطلح واحد. طيب الاسكيزوفرينيا اللي قد تكون أيضاً مصحوبة ببايبولر اللي احنا بنسميه اضطراب ثنائي القطب، first introduced in 1950 and also known as neuroleptic. الآن هذه الأدوية تماماً بدأ التعارف عليها أو التعامل معها على أنها أدوية ذات استخدام في علم النفس بالعام 1950. The ones known as a typical antipsychotic work by blocking dopamine receptors. هذه الجملة كثير مهمة، كيف تعمل التيبيكال أو الاتيبيكال antipsychotic. Typical antipsychotic work by blocking dopamine receptors. الاتيبيكال حرف الاي هان يعني لا نمطي او لا تقليدي، اي باللاتيني نان يعني نفي. The atypical antipsychotic drugs that were first introduced in 1970 يعني بعد 20 او 30 سنه بدا التعرف على مجموعه ثانيه من الانتيسايكوتيك، لكن لازم ننتبه انها اتيبيكال. Also block serotonin receptors. إذا القسم الأول اللي هو typical antipsychotics كان بيعمل بأنه بيعمل blocking للدوبامين receptors، والقسم الثاني اللا تقليدي بيشتغل بأنه بيعمل blocking serotonin receptors. تقسم الانتيسايكوتيك إجمالا إلى الجيل الأول والجيل الثاني first generation and second generation، بناء على تاريخ اكتشافهم واعتمادهم السريري على أنهم مضادات للذهان. الاسم الثاني للجيل الأول typical antipsychotic، وتشمل كل الجيل القديم all old antipsychotic. أشهر علاج أو يعني first drug used from those class كان الكلوروبرومازين، في منه تراكيز متعددة وفي منه العديد من الأشكال الدوائية. الجيل الثاني بنسميه atypical، هذه الـ A اللي ببداية الكلمة يعني أنه هذا الكلاس من الأنتيسايكوتيك غير تقليدي. غير تقليدي في ماذا؟ أو لا يتبع النمطية المعينة المعتادة للأنتيسايكوتيك في ماذا؟ راح نتعرف خلال المحاضرة.
A typical antipsychotic include all newer agents، كل الأدوية الحديثة، ابتداء بالكلوزابين اللي تم اكتشافه عام 1950، لكن دخل على الاستخدام الكلينيكال بال 1970. كمان الادفيرس افكت بروفايل تماما مختلف عن الجيل الأول، وهذا أحيانا يدعو الطبيب إلى كتابة أو أخذ الخيار بكتابة الجيل الثاني أكثر من الجيل الأول بسبب الأدفيرس إفكت الناتجة من الفيرست جينيريشن. طيب خلينا نتعرض مع بعض في هذا المقطع لبعض الإحصائيات اللي ناتجة أو بتكون صادرة من مراكز معنية بعلاج المرض النفسي. هاني بيذكر لنا أنه مع وجود تقدم علاجي رائع جدا ووجود رعاية نفسية واجتماعية متقدمة، نصف المرضى المصنفين از سكيزوفرينيك، كانوا مصنفين على انهم مرضى مصابين بالفصام او بالذهان، اتوقع لهم وبمشيئه الله فول اند لاستنج ريكفري، شفاء كامل ودائم. خليني هان اذكر انه نوع من التقدم العلاجي اللي حصل، انه على سبيل المثال يتوفر الان انواع واشكال دوائيه تستمر في جسد المريض لمده اشهر، ما بيكلف المريض الا انه يروح زياره واحده وان شاء الله بياخذ دياجنوس سليم والامور بتكون تمام، بياخذ حقنه تبقى في جسده ممتده المفعول من شهر الى شهرين الى ثلاثه. طيب هذا بالنسبه للنصف الاول من الاشخاص المتبقيين اوف ذا ريمايند لون فيفث، لخمس البيشنت المتبقيين، أتوقع أن تظل بعض القيود، خلينا نسميها serious limitations، قيود شوية بتكون شديدة على حياتهم اليومية. هؤلاء الأشخاص يجب أن يبقوا تحت المراقبة حتى خلال day to day activities، هذا الخمس الثاني. طيب even after the more obvious symptoms of the disorder have disappeared، إلا أن بعض الأعراض المتبقية مثلا lack of interest، lack of daily activities، lack of work، lack of social incompetence and inability to take interest in pleasurable activities. للأسف كل هذه السيمتومز بتضيف disability، poor quality of life، بتضيف كمان additional burden on family، عبء إضافي على العائلة وعلى المريض. حتى تحت العلاج يبقى المريض فاقد للاهتمام بالحياة اليومية، ما عندهوش أصدقاء، ما بيروحش على الجامعة، ما لهوش شغل، مش بيبتدئ أي نشاطات محببة له، أو مثلا نشاطات تشعره بالمتعة. للأسف كل هذا كأنا كفاميلي عافانا الله وإياكم، كمثلا أخت أو أخ لهذا المريض، بشعر بأنه هذا بضيف صعوبة على حياتي وبضيف تعقيد إضافي، وطبعا أكيد على البيشنت نفسه. فهذا يستلزم جهد كامل سواء من المؤسسات المعنية بعلاج السيكاتريك بيشنس، أو مثلا من المجتمع، من الفاميليز، من النيبورز، الأصدقاء، الجيران، المحيطين اللي حواليه للمريض النفسي، أنهم يعطوه هذا السبورت، يتفهموا وضعه النفسي وأنه هذا الديزيز ناتج من خلل بالكيميكالز أوف برين، ومش لا سمح الله وصمة عار أو حاجة احنا لازم نبعد عنها. فهذا ممكن شوية يقلل البيردن اون فاميلي اوف سايكاتريك او سايكوتيك بيشنت. من ضمن تعرفنا على السايكوتيك ديس اوردرز او السايكاتريك ديس اوردرز، انه لازم اعرف الاعراض اللي بتحصل لهذا المريض، المريض المصاب بالسكيزوفرينيا، ما هي الاعراض التي يعاني منها؟ بداية خلينا نقسمهم الى قسمين، بوزيتيف سيمتومز اند نيجاتيف سيمتومز. طيب ايش سبب التسمية ببوزيتيف سيمتومز اند نيجاتيف سيمتومز؟ خليني احكي لكم هيك باختصار، انه البوزيتيف سيمتومز هي حدوث اشياء لا اتمنى ابدا حدوثها، اللي هي مثلا هالوسينيشن على كافة الحواس الخمسة، السمعية والتذوق والبصرية والحسية. أبدا ما بتمنى أنه الإنسان الطبيعي يشعر بوجود مثلا أصوات أو برؤية أشياء غير منطقية، عشان هيك أنا بسمي حدوث أشياء لا أتمنى حدوثها positive symptoms، أو لا يجب أن تحدث، حدوث أشياء لا يجب أن تحدث. أول عرض من البوزيتيف سيمتومز هو الهالوسينيشنز،
هالوسينيشنز اللي هي الهلوسة، أنه هؤلاء الأشخاص المصنفين as schizophrenic patients قد يسمعون أو يرون أو يشمون أو يشعرون بأشياء لا يشعر بها الآخرين، لا يراها الآخرين، لا يسمعها الآخرين. تشمل الكثير من الأنواع. إجمالاً هي على مستوى الحواس الخمسة. خلينا طيب احنا نبدأ بالأوديتري اللي هي خاصة بالعصب السمعي أو بالسمع. أن هؤلاء الأشخاص غالباً ما يسمعون صوت أو أكثر يعني حدا بيكلمهم في أدمغتهم صوت. هذا الصوت قد يكون مثلاً بيهمس أو بيتذمر أو بيصرخ، يتطلب منهم فعل أشياء أو بيحكي لهم وقائع غير موجودة. هذه الأصوات لن يسمعها إلا هذا الشخص. هو بيحكي أنا سامع صوت هيك بيكلمني، هيك بيطلب مني، هذا الصوت بيصرخ بيطلب مني أعمل حاجة، لكن أبداً هذا الإشي أنريال، أكيد هو أنريال. هذه واحدة من البوزيتيف سيمتومز اللي أشهرهم الهالوسينيشن. أول نوع من الهالوسينيشن هو الأوديتوري هالوسينيشن. طيب القسم الثاني اللي هو الفيجوال المرئي أو الخاص بالبصر. هؤلاء الأشخاص بيشوفوا أضواء، بيشوفوا أشياء، بيشوفوا أشخاص، بيشوفوا أنماط لحياة. قد يكونوا حتى هؤلاء الأشخاص موتى. أنا شفت فلان وكلمني وطلب مني وحكالي وبيحكي لك قصة وحدوتة هي غير موجودة. Who are no longer alive. هؤلاء الأشخاص قد يكونوا موتى. طبعا هذا للأسف هو جزء من البرسبشن تبعهم، وهؤلاء الأشخاص بيكونوا يعني بيواجهوا مشكلة في إدراك العمق والمسافة. بصيروا يحكوا هذا الصوت كان قريب مني، هذا الشخص موجود، أنا شفته هان جنبي، كان هو أصلا شخص قد يكون مثلا على سبيل المثال متوفى أو في دولة بعيدة. القسم الثالث هو حاسة الشم أو التذوق. ممكن هؤلاء الأشخاص يشموا روائح، أنا شامم ريحة هيك، أنا بذوق طعم حديد في تمي، أنا بذوق طعم سيء أو بذوق طعم عفن أو طعم إشي سيء أو جيد حسب. طبعا هذا للأسف بنعكس على تخيله أنه هو تعرض للتسمم وأنه حدا مثلا حط له غذاء يعني في مثلا مادة سمية أو في مادة مضرة. فممكن كمان يدفعوا أنه refuse to eat، يعني كمان المشكلة أنه هذه الهلاوس ممكن تنعكس على صحته العامة ووضعه الميديكال كونديشن العام. أخيرا في اللي هو آخر نوع اللي هو اللمس التاكتل. هؤلاء الأشخاص المصنفين as schizophrenic وممكن تشوفوهم بالمستشفيات أو المراكز المعنية بعلاج مرضى الصحة النفسية، بيحكي أنه في مثلا حشرات بتمشي على جلدي أنا شايفها، أنا حاسس فيها أنا، أو في إيدين بتمسكني، أو في ناس بيحطوا إيديهم علي أو هيك. هذه إلها علاقة بالfeeling of things moving on your body like hands or insects. قد يشعر مثلا بوجود أيدي بتمسكه أو حشرات بتمشي على جلده. وطبعا هي يعني أكيد كلها أشياء unreal بالحقيقة، وأشياء بتعكس خلل حصل عند هذا البيشنت في البرين، انعكس على سلوكه لأنه هو بيشوف وبيسمع ويتذوق ويشعر بأشياء غير موجودة، واللي حواليه لا شمينها ولا ذايقينها ولا شايفينها ولا حاسين فيها. هاي positive symptoms of schizophrenia. First of all hallucinations. القسم الثاني من البوزيتيف سيمتومز اللي بيتعرض لها المريض النفسي وتظهر عليه كساين اند سيمتومز اوف سايكوتيك ديسوردرز هي الديليوجنز الاوهام. طبعا هي معتقدات تبدو غريبه للناس لكن بالنسبه للمريض النفسي هي موجوده. خليني اذكر هان انه محاوله اقناعك للمريض النفسي انه انت اللي بتشوفه غلط، او هذا النوع من الاضطهاد اللي انت بتحكي عنه، او هذا النوع من الوهم، راح نتعرف على انواعهم، غير موجود، هو بس في مذكرتك، كله لن يجدي نتيجة لأنه هذا ناتج فعلا من خلل عضوي حصل في دماغ المريض. يعني محاولات الإقناع وتغيير وجهة نظره لن تجدي فائدة. طيب أول نوع هو أوهام الاضطهاد، وهذه ناتجة من أنه هذا الشخص المصاب بالسكيزوفرينيا بيشعر بأنه في أشخاص بيلاحقوه، أو أنه بيتعرض لمطاردة، مطاردة دولية مثلا، أو أنه شخص مهم وفي جهات معنية حكومية بتلاحقه، بتحاول مثلا hunted or framed or tracked him، بتحاول تأذيه، بتحاول مثلا تخدعه، بتحاول تعرضه لمحاولة انتحار، أنه هذه مش أفكاره هو. هذه كلها بنسميها تحت
الأوهام الاضطهاد. طيب القسم الثاني هو الريفرنشيال ديليوجن، أنه هذا الشخص بيتوقع أنه رسالة من الببليك أو من شخص مشهور بيعمل مثلا محاضرة على التلفزيون أو على السوشيال ميديا أو بيغني أغنية على التي في أو على المسرح، أنه هو بيستهدفه هو، يعني كلمات الأغنية أو كلمات المحاضرة تستهدف هذا الشخص، أنه هو شخص مشهور فهذا المغني طالع يكلمه أو يحاول يوصل له إيحاء أو رسالة من خلال كلمات أو محاضرته. القسم الثالث هو السوماتيك ديليوجنز، هنسميها الأوهام الجسدية. طبعا هان بتركز على الجسد، والشخص بيعتقد أنه بيعاني من مرض خطير، مرض فظيع، وأنه مثلا الأشعة الكونية مثلا بتستهدفه زي الكوزمتكس ريز، أو أنه هذا الشخص مستهدف مثلا من مؤسسات بحث علمي معنية مثلا بأنها تدخل ديدان تحت السكن عشان تدمره أو تدمر جهازه العصبي. هي إذن نوع من أنواع الأوهام الجسدية. القسم الرابع اللي هو الإيروتوناميك ديليوجن، اللي هي خلينا نسميها الأوهام أو مثلا الهوس الجنسي. هان بيقتنع الشخص بأنه أحد المشاهير بيحاول يحبه، وأنه كونه ما بينجذبش له فهو بيحاول يلاحقه ويضره. طبعا كلها زي ما أنتم شايفين يعني أشياء من الواضح جدا بالكومون سنس أنها مش راكبة أو مش ضابطة، لكن طبعا كون المريض بيعاني من خلل معين بدماغه بينعكس على النيرو ترانسميترز والعمليات الحيوية بمخه، فالنتيجة يعني للأسف. آخر نوع من أنواع الديليوجن هو الجرانديوس، اللي احنا خنسمي أوهام العظمة، وهؤلاء بيعتقدوا أنهم شخصيات بارزة وهم فنانين، أو مثلا على سبيل المثال هو شخص مثلا سياسي أو شخص ممثل مشهور وهو فنان كتير، فالناس كلها جاي عشان تشوفه، كل ما يشوف حدا أنه هذا جاي يكلمه جاي يحاول يسمعه. هذه كلها أنواع للديليوجن، اللي هو القسم الثاني من أقسام البوزيتيف سيمتومز of psychiatric disorder. طيب في مرحلة الشورت تيرم تريتمنت وذ انتي سايكوتكس بيكون في إلي هدف، أنا ببدأ الآن مرحلة شورت تيرم تريتمنت، بيكون البرايمري ايم أو الهدف الأساسي هو to reduce the most serious symptoms include hallucination, delusion, agitation and disorganized thought and behavior. لما حكينا عن البوزيتيف سيمتومز وحكينا انه هؤلاء البيشنت بيسمعوا بيشموا بيشوفوا اشياء مش موجوده، وهذه بيسمعوا اصوات بتكلمهم، وهذه الاصوات احيانا تطلب منهم اشياء قد تؤذي انفسهم او يؤذوا الاخرين. اذا انا في بدايه مرحله العلاج في الشورت تيرم، في مرحله العلاج القصير، أكيد بيكون هدفي الأساسي هو الحد من الأعراض الخطيرة، أكيد يعني حالياً أني أصل لمرحلة الاستابيليتي ما عندي مشكلة، لكن أنا في مرحلة أنه جاييني بيشنت أجيتيتد أو بيشنت بيعاني من هالوسينيشن بيسمع أصوات عنده أفكار وضلالات، بيكون هدفي أخلصه مبدئياً بشكل برايمري من كل هذه السيمتومز، بعدين أنا هبدأ مع العلاج على رواقة وأتأكد أنه أدهرنت وكومبليانت to his treatment علشان أتأكد أنه إن شاء الله هيضل stable أطول فترة ممكنة. بالنسبة للأنتيسايكوتيك agents are the primary medication for schizophrenia، هذه عرفناها وحفظناها، أنه عندي لا بدي أعالج أنا السكيزوفرينيا أكيد هفكر أني أستخدم أنتيسايكوتيك، وحكينا أنهم قسمين الـ first generation والـ second generation. طيب these agents are particularly effective against psychotic symptoms، اللي بتكون الجزء الأول منها الثيرد جينيريشن متخصص بعلاج البوزيتيف سيمتومز، وايل سكند جينيريشن هتعالج البوزيتيف اند نيجاتيف سيمتومز. نيجاتيف سيمتومز لايك لاك اوف انترست اند انيشيتيف بلانتد افكت از مودست اور ابسنت. طيب before starting antipsychotic therapy، قبل ما أبدأ أي علاج بأي مضاد للذهان، طبعا ينصح أو يوصى عموما بفحص الوزن وضغط الدم
البلد بريشر. كمان في بعض الدول تلزم الطبيب بإجراء الكتروكارديوغرام اللي احنا بنسميه تخطيط لكهربية القلب. بعض الدول تلزم الطبيب انه قبل ما يكتب مثلا بعض الفيرست جينيريشن انتي سايكوتيك، وحكينا لايك هاليدول، لازم اكون عملت للبيشنت اي سي جي الكتروكارديوغرام، لازم اكون عملت له فول بلاد كاونت بالذات اذا بدي اصرف كلوزامين، كمان لازم اكون عملت له يوريا اند الكترولايت، كيراتينين، فوسفوكينيز، ليفر فانكشن تيست، يعني بلد جلوكوز، ليبيد باترين اند برولاكتين. انتم شايفين انه المرض النفسي بينعكس ادويته على الحاله الطبيه العامه للمريض، فلازم اكون انا كمان اوير وحذر عن حالته المرضيه الاصليه. طيب في حال في حين كانت انه هذه التحاليل غير متوفره ارنات في سابول، انا از هيلث كير بروفايدر كمقدم خدمه صحيه علي انه اسال البيشنت، وهان مش صح دائما اني اسال البيشنت لانه بيكون جاييني في اتاك، بيكون ان اورينتد يعني غير مستبصر، فالصح اني اسال هيز اور هير فاميلي ممبر، احد اعضاء او افراد عائلته او عائلتها، على وجود مرض اساله. هل مثلا بيعاني مريضك من اي مشاكل بالقلب؟ هل بيعاني من مشاكل بالكبد؟ هل لديه اي ابنورماليتيز في عمليات الاخراج؟ هل وعلى اساسها انا بحدد ايش الانتي سايكوتيك اللي راح اكتبها. يعني في حين كانت هي التحاليل غير متوفرة، فعلى الأقل أنه أطلب منه إذا كان عنده أي تحاليل في البيت يجيبها، إذا كان في أي أطباء باطنة آخرين تداخلوا مع المريض وعملوا له أي عمليات في أي جزء من جسمه، أنا كطبيب في مجال الطب النفسي يجب أني أكون عارفها. وقبل ما أكتب أي دواء سواء كان من الفيرست جينيريشن أو من السيكند جينيريشن، أني أكون ملم بالحالة الصحية العامة للبيشنت، أذروايز راح تحدث كوارث. يعني بعض هذه الأدوية كمان راح نتطرق لها، بعض حتى مش بس الأنتي سايكوتيك أو الأنتي سكيزوفرينيا، كمان في أدوية للأنتي ديبريسانت أو أنتي أنكزايتي بترفع الضغط أو بتقلل الضغط كتير. فأنا لازم كطبيب نفسي أكون aware about all drugs إنه هذا البيشنت مكتوبة له أو بتنصرف له من مكان تاني. طيب الآن بعد ما الطبيب خلص عملية التشخيص ويعني أتم العملية التشخيصية تماما، قرر أنه يكتب للبيشنت علاج اسمه كلوزابين. كلوزابين هو علاج من العائلة الثانية من السيكند جينيريشن، تم اكتشافه عام 1950 لكن تأخر استخدامه بسبب سايد افكت للأسف قاتل فيما لم يتم تداركه، هو الإجرانيولوسيتوسيس، إلى عام 1970. طيب فيما أن الطبيب خلاص قرر يكتب لهذا البيشنت كلوزابين، هو شايف أنه فعلا هيكون لدرج أوف تشويس، إحنا بنسميه خلاص الخيار الأخير، ومضطر أني أدي البيشنت كلوزابين. فأنه before start treatment الغايدلاينز كلها بتضع شرط إجباري وإلزامي على الطبيب وعلى الميديكال تيم، وأحياناً تجبر الصيدلي أنه ما يصرف هذا العلاج بدون ما يجري للبيشنت حاجة بنسميها full blood count، تعداد دم كامل أو صورة دم كاملة. إذا كانت الصورة هذه بتظهر أنه البيشنت is normal especially، وأنا بتكلم عن الوايت بي سيز اللي هم كريات الدم البيضاء، أنا بكتب للمريض العلاج بكل أريحية، ما عندي مشكلة. لكن للأسف لو اتضح أنه في أي مشكلة في البلد كاونت في كريات الدم البيضاء، الكلوزابين should not be prescribed، يعني أنا مش هخضع البيشنت للتجربة من الأساس، لن أصف الكلوزابين للمريض. إن كلينيكال براكتس في الممارسة السريرية أو في إحنا بنشتغل بالمستشفى، بيكون عندي الجيل الأول اللي حكينا عنه الفيرست جينيريشن أنتي سايكوتيك اللي هو اكتشف في العام 1970 وأشهرهم الكلورابرامازين، وفي عندي الأتيبيكال أور سيكند جينيريشن أنتي سايكوتيك. الفيرست جينيريشن تقسم إلى عوائل، أول عائلة هي الفينوثايازينز وأشهرهم الكلورابرامازين، في منها الفلوفينازين، هذه العائلة في منها أشكال دوائية متعددة، في منها أقراص بتراكيز مختلفة، في منها حقن طويلة المفعول، حقن للاستخدام المنتظم يعني نسميها ريجولر، ما بتكونش طويلة المفعول. في عندي القسم الثاني اللي هو البيوتريفينونز وأشهرهم الهالوبيريدول، وكمان الهالوبيريدول علاج في الإفكاسي تاعته الإفكتيف يضاهي قد يضاهي الجيل الثاني، ولكن للأسف بسبب سايد إفكت راح نتعرف عليه شوية أقل استخدامه. كمان من الهالوبيريدول في طويلة حقن طويلة المفعول اللي هي الهالوبيريدول ديكنويز
سعرها غالي، لكن مقارنة بالفعالية وبالراحة اللي بتحققها للبيشنت لا تبدو أبدا أنها غالية. في ثيو زانتين، وبرضه هذه عائلة حاليا استخدامها قل، أند ذا سستيند بنزامايد، ومن أشهرهم السليبرايد. السكند جينيريشن أنتي سايكوتكس إنكلود أمي سليبرايد، أريبيبرازول، كلوزابين، أولانزابين، ريسبيردون، كواتابين، زبراتيتون، أند زوتيبين. مش عارفة راح نتناقش أنا وياكم ما أن تكونوا يعني على الأقل عارفين الأدوية المشهورة التابعة للفيرست جينيريشن والأدوية المشهورة التابعة للسكند جينيريشن على الأقل الموجودة مثلا في مجتمعنا المحلي، مثلا في قطاع غزة إيش اللي بتصرفه مثلا مستشفى الصحة النفسية في قطاع غزة، أو أنكم تكونوا على الأقل ملمين لو حدا مثلا في بالمحيط تاعه مريض نفسي، إيش السايد إفكت المشهورة أو إيش الاستخدامات أو بإيش مين اللي ممكن ينصح البيشنت اللي بياخد دواء من الجيل الأول أو من الجيل الثاني.